بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله في مادة الاجتماعيات للصف الأول ثانوي سوف نستكمل دراسة الوحدة الثانية من القضية الفلسطينية. تعرفنا في الدرس السابق على مشروع تقسيم فلسطين، وأيضا مقاومة العرب والمسلمين للانتداب البريطاني، وعددنا الثورات التي كانت من الشعب الفلسطيني والمجموعة الفدائية للفلسطينيين مع الفلسطينيين. اليوم بإذن الله سوف نستكمل دراسة هذه القضية ونتعرف على الموقف العربي من الكيان الصهيوني. الحرب الفلسطينية، راح نتعرف على الحرب الفلسطينية عام 1367، وحرب السويس العدوان الثلاثي على مصر، وحرب النكسة الكبرى عام 1387، وحرب العاشرة من رمضان عام 1373، ونتعرف على الانتفاضة، المقصود بالانتفاضة وأهدافها وآثارها. أولا، الحرب على فلسطين عام 1367. بعد قرار تقسيم فلسطين عام 1366 جرت اصطدامات ومعارك دموية بين عرب فلسطين وبين المتطوعين العرب وبين اليهود الصهاينة. وقد أبلى المقاتلون العرب بلاء حسنا في المدافع عن أرضهم، كان هذا الدفاع والتضحية من أعظم البطولات المقدمة من هؤلاء المقاومين أو من هؤلاء الشجعان الفلسطينيين والعرب المتطوعين. في عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين جراء هذه القوة التي بذلها المدافعون العرب والفلسطينيون، وأعلنوا قيام دولة إسرائيل المحتلة، يعني أصبح في مواجهة أعداء فلسطين فقط إسرائيل. وفي ذلك اليوم دخلت جيوش 5 دول عربية إلى جانب عرب فلسطين ضد الصهاينة، منهم المصرية والسعودية والأردنية واللبنانية والسورية والعراقية. حاربت تلك الجيوش العربية بكل بسالة، واستنجدت الصهاينة في ذلك الوقت عندما رأوا العرب مساندين لدولة فلسطين، استنجدت بأمريكا لإيقاف القتل، وضغط مجلس الأمن والدولة الكبرى على العرب لإيقاف هذا القتل، فقبلوا هدنة مدتها 4 أسابيع. في ال4 أسابيع هذه استغل الصهاينة التدريب العسكري وتزويدهم بالمعدات الحربية من أمريكا وأوروبا، يعني كان بظنهم أنه راح يكون في صلح، ولكن المسألة قلبت على عاتقها في حين لم يزد عدد قوات المسلحة والأسلحة العربية في الأراضي الفلسطينية في مدة الهدنة. إذن هنا مجموعة من الجنود السعوديين الذين شاركوا في حرب فلسطين عام 1337. بعد الانتهاء من الهدنة تجدد القتال، لم يتوقف الحرب ولم يصبح هناك صلح، ولكن تجدد القتال، فظهر الصهاينة أقوى بكثير عما كانوا عليه في قبل الهدنة، لأنهم طوروا أنفسهم وزودوا أنفسهم بالأسلحة وبالقوة. احتلوا 77 من الأراضي الفلسطينية، فهنا أصدر مجلس الأمن قرار الهدنة الدائمة. لم يبقى للعرب بموجب خط الهدنة الذي حدده مجلس الأمن سوى فقط الضفة الغربية فقط في هذه الجهة، وقطاع غزة التي كانت تحت إشراف مصر والأردن. انتهت الحرب الفلسطينية عام 1367 بنكبة مروعة للشعب الفلسطيني، إذ احتل الصهاينة أكثر من 3/4 فلسطين، وبتشريد أكثر من 1 مليون من عرب فلسطين ليصبح اللاجئين في البلاد المجاورة في المخيمات، وانتقالا إلى الدول المجاورة حماية لهم. أخذ الصهاينة ينتهجون عدة أساليب حتى يحملوا العرب من سكان الأراضي على الحجرة خارج وطنهم، إذن كانت يضيقون على المسلمين وعلى الفلسطينيين في دولتهم حتى يهاجرون خارج وطنهم، وتصبح هذه الدولة الإسرائيلية لدولة إسرائيل. هذا بالنسبة للحرب الفلسطينية. ننتقل إلى ما يسمى بحرب السويس. حرب السويس كانت هي عبارة بين العدوان الثلاثي اللي هو بريطانيا وإسرائيل وفرنسا وعلى مصر، إذن كان العدوان الثلاثي هو إسرائيل وبريطانيا وفرنسا في التخطيط العدواني على مصر. عقد اتفاق سري بين هؤلاء العدوان للهجوم المشترك على مصر في عام 1375، وفي هذا الهجوم احتلت غزة في هذا المكان وسيناء وشرم الشيخ وقناة السويس. وتحت ضغط المقاومة العربية وقطع إمدادات النفط من المملكة العربية السعودية ومصر،
وقطع النفط على كل من يساعد هذه الدول الثلاث أو يدعمها. وبعد انقطاع النفط أو إمدادات النفط عليهم، أنذرت أمريكا بطلب من للعدوان الثلاثي أن يوقفوا الحرب، أن يتوقفوا وينسحبوا ويعودوا إلى مواقعهم. اضطرت القوات الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية الانسحاب، ولكن بضمان حرية ترك الكيان الصهيوني وبريطانيا في قناة السويس وخليج العقبة. طلبوا منهم أن يجلسون أو يضمنوا لهم أن يكونون يستطيعون الحركة في قناة السويس وخليج العقبة. فعادت سيناء وغزة إلى مصر مرة أخرى. هذا بالنسبة لحرب العدوان الثلاثي على مصر. بعد ذلك راح نتعرف على ما يسمى بحرب النكسة الكبرى عام 1387. أزعج الصهاينة استمرار الفدائيين وتسللهم مع من الدول العربية مع الفلسطينيين، كانوا مزعجين لزيادة العدد وزيادة عدد الفدائيين والمواجهة في أرض فلسطين المحتلة وتنفيذ عمليات فدائية، فارتفع صوتهم بالتهديد للدول العربية إن لم يقوموا بإيقاف هذا العمل الفدائي سوف يعني يقيمون حرب أكبر. ولكن ليس هذا السبب في يعني إيقاف العمل الفدائي، لم يكن سبب إيقاف العمل الفدائي هو السبب وراء الحرب، بل كان هدفهم أو سبب الحرب في فلسطين هو توسيع مساحة أراضي الفلسطينية لهم وتحقيق الأهداف الأساسية للصهاينة والاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أيضا الاستيلاء على آبار البترولية المصرية في صحراء سيناء. هذا كان هدفهم من الحرب، ليس هو إيقاف العمل الفدائي. اتخذ العدو الصهيوني من قرار مصر أن أغلقوا مضائق ثيران أمام الملاحة الإسرائيلية. إذن عندما رأوا تهديدات إسرائيل قامت مصر بإيقاف إغلاق مضائق ثيران أمام الملاحة الإسرائيلية حجة للهجوم بوصفه حصاراً بحرياً، إذن ضيقوا عليهم من الناحية البحرية. فنفذت تهديداتها لثلاث دول عربية، هي مصر والأردن وسوريا. إذا قامت بتهديد هذه الدول الثلاث وبحرب استعملت فيها أحدث الأسلحة الفتاكة، واحتل العدو الصهيوني الضفة الغربية في هذا المكان وأيضا قطاع غزة، لأن الضفة الغربية كانت تابعة للأردن وغزة تابعة لمصر. ولم يتوقفوا يوقف القتال إلا بعد أربعة أوامر لهم بأن يقفوا النار، ولكن استمر الكيان الصهيوني في تحقيق مطامعه. فكان من نتائج هذه الحرب، حرب النكسة، هو أولاً زيادة النشاط المقاومة الفلسطينية وتشكيل الوعي الحقيقي للأمة العربية والإسلامية. بعد هذه الحرب ازدادت مؤتمرات القمة العربية وتوالت الاجتماعات العربية ونشطت الأجهزة العربية على دعم القضية الفلسطينية والاهتمام بها وجعلها من أولويات أي اجتماع، وصارت النسبة المتبقية للعرب في فلسطين فقط 23%، كما احتل العدو الصهيوني شبه سيناء، جزيرة سيناء والمصرية ومرتفعات الجولان في الشمال. هذا بالنسبة لحرب النكسة. ننتقل إلى الحرب العاشرة من رمضان. في العاشر من رمضان 1393 بدأت مصر وسوريا التخطيط للحرب لتحرير سيناء وغزة ومرتفعات الجولان في نفس الوقت. فكانت المفاجأة للصهاينة أن تقيم هذه الحرب في نفس اليوم في مناطق مختلفة. فعبرت القوات المصرية خط بارليف وتوغلت في داخل سيناء، ومقابل هذا في مصر في سيناء كانت الجبهة السورية قد دكت المواقع الصهيونية ودخلت الجولان بعملية مفاجئة. إذن هنا الجولان وهنا سيناء. طبعا تفاجأ الصهاينة بهذا الفعل أو هذا الحدث في العاشر من رمضان. فتحت هذه الأوضاع توالت الاستغاثة بالعدو الصهيوني للدول الغربية، فقامت الدول الغربية بمسارعة المساعدة لإمدادات عسكرية للعدو الصهيوني، وقاموا بتوفير الأخبار عن طريق تحركات الدول العربية عن طريق الأقمار الصناعية. وبسبب تلك المساعدات استطاع الصهاينة تحقيق تقدمهم على كلتا الجبهتين اللي هي الجولان وسيناء، ونتيجة لموقف المملكة العربية السعودية بقطع إمدادات النفط على الدول المساندة ودعم الجهود الحربية في مصر وسوريا، أصدر مجلس الأمن قراراً بإيقاف الحرب، وبدأت المحادثات للوصول إلى حلول
سليمة من نتائج هذه الحرب العاشرة من رمضان هو ارتفاع الروح المعنوية العربية وظهور أهمية التنسيق العربي وكسب تأييد الدول الإفريقية ودول الانحياز. الدول العربية والدول الإسلامية جميعها تقف يدا بيد مع القضية الفلسطينية. ننتقل الآن إلى الانتفاضة. ماذا يقصد بالانتفاضة وما هي أهدافها وما هي أثارها؟ سلك الشعب الفلسطيني سبلا أخرى لاسترداد حقوقهم، فأصبح أمامهم ما يسمى بالانتفاضة الشعبية. ما هي الانتفاضة؟ هي مقاومة شعبية فلسطينية عارمة ضد احتلال الكيان الصهيوني، شارك فيه الأطفال والنساء والشيوخ كل بقدر طاقته واستطاعته. هذا بالنسبة للمقصود بالانتفاضة. طبعا بدأت هذه الانتفاضة عام 1408 هجري. ما هي أهداف هذه الانتفاضة؟ سعت هذه الانتفاضة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها رفع الروح المعنوية للشعب الفلسطيني وتعميق ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، نفض مشاعر الاستكانة والعجز والاستسلام للواقع، تأكيد الهوية العربية والإسلامية لفلسطين، الحد من معدلات الهجرة والاستيطان، وإحياء قضية فلسطين بعد أن تراجعت على المستوى العربي والإسلامي والعالمي. أما بالنسبة لأثار الانتفاضة، فعلى الرغم من هذه الخسائر التي تكبدتها الانتفاضة، فإنها حققت إنجازاً ضخماً ومكاسب تتخلص في ماذا؟ في زيادة التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني، وكشف زيف الديمقراطية التي يزعمها العدو الصهيوني، وأيضاً تخلص الاقتصاد الفلسطيني من تبعيته لمؤسسات الاقتصادية الصهيونية، وبدء الهجرة المضادة من إسرائيل. هذا بالنسبة للمقصود بالانتفاضة وأهدافها وأثارها. إذا كان محتوى درسنا لهذا اليوم الحرب، الموقف العربي من الكيان الصهيوني، حيث تعرفنا على الحرب الفلسطينية عام 1367، والحرب السويس اللي هو العدوان الثلاثي على مصر عام 1376، أيضا حرب النكسة الكبرى عام 1387، وحرب العاشرة من رمضان 1373، وتعرفنا على الانتفاضة وأهدافها وأثارها. شكرا لمتابعتكم، ونلتقي بمشيئة الله في الدرس المقبل.